ملك. شو عم تعملي هون؟ قلت بضبضب شوي لبين ما تيجي. إذا حابب ترتاح هلأ بالأوضة بلا أنا ما أزعجك. شكراً لأنك عم تحاولي. ملك، علمتيني إنه الواحد لازم ينعطى فرصة تانية وبيتغير. ما بتتصوري قديش بحبك. أنا مستعد إني موت كرمالك. جمال، لو كنت هون يا قلبي، لو موجود بهالوقت، ما كان صار شي من كل هاد يلي صار معنا. حالتنا ما بتتصدق يا روحي انت. خلصنا، لا تفتحي روحي زمرد، لا تعملي هيك. شوفي، نحن ما رح نرتاح بنوب يا نور عيني. أما دناي الغالي، جمال ابني مرتاح بالمكان اللي هو فيه. مرت عمي معها حق يا زمرد، كل ما بتوقعي بمشكلة بتحسي كأنك مقطوعة من شجرة وما في غير جمال علسانك. ليكي غانم موجود وعدنان موجود، لا تكوني نكارة، لازم تقدري غيرك. لك انت شو اللي عم تقولي يا بهية؟ اصحي بقى، في حدا غيري لازم يصحى على حاله. لسانك هاد بدي اقطعه. مشان شو بدك تقطعه؟ ها؟ يلا فهمني، ليش لحتى أخرس؟ لك بكفي بهية. غانم، بهية، شوفي شو قصتكن. من وقت ما بهية رجعت على البيت ما لكن طبيعيين بالمرة. ما في شي أمي، اللي صار بآخر كم يوم تعابلنا أصحابنا. حبسة ابن أخي عزت هيك ظلم وعدوان، أنا كمان مستصعبة كتير زمرد. عزت أمانة جمال، إيه أماني برقبتي. حاسس بوجع ابن أخي بنص قلبي هون. أنا بوعدك كل شي بيطلع بإيدي ساويه رح ساويه. شو المطلوب رح ساويه لعزت. مدام هنن جابوا مطرب للحملة تبعهم، نحن كمان يا ابن العم رح نجيب سيد سيدو لهالمطرب ونكسر عيونهم. شو هالحكي؟ لأنه المطربين واقفين بالصف مشان حضرة سيادتي، خلص كلمتي وهنن يغنوا بعد مني. لك منين بدنا نجيب مطرب؟ مين بنعرف منهم؟ لا تقلي مين بنعرف من هالمطربين، أنا بتجربتي باسطنبول اشتغلت ممثل والحقيقة كانت موهبتي مميزة. ما عرفتك.
بأي مسلسل مثلت عمو حلمي؟ ما شفنا كله بأي مسلسل. ما حتعرفي أبي، لأنه عمك حلمي لما كان يشتغل ممثل كان يتصور هو ومارق من قدام الكاميرا بالصدفة، أنا فكر حاله ممثل، ولا أنا غلطان؟ لا مو هيك يا ابن العم، أنا بالوسط الفني إلي سمعة أشهر من النار على العلم، بجيب لك المطرب يلي بدك يا سوزان أكسو، إبراهيم تطلسس، مصطفى جنتالي، تورغاي بشايلي. لك جيب تورغاي بشايلي، خالي فاطمة كمان بتحبه كتير، كنا عم نتفرج على برنامجه من كم يوم سوا. عن جد عم تحكي؟ شفت شلون؟ اختي فاطمة كمان طلعت بتحبه، وبهالحالة رح تكون ضربت عصفورين بحجر واحد. معناتها لا احكي مع تورغاي مشان يجي يغني لكم كم غنية. تورغاي بشايلي؟ لك ايه ما غيره. بيعرفك؟ طبعا معرفة قريبة كتير. معناها اذا كان بيعجبها لفاطمة جبنا يا. خالتي فاطمة، شوفي بنتي، ما بعرف كيف بدي اعتذر منك لاني صرخت اليوم بوشك، ما بقى عيد ابنه. يا روحي يا قلبي انتي، معقول انا باخد على خاطري منك؟ اخ يا ريت لو بيطلع بايدي شي لساعدك، يا ريت نحن بغير ظرف مشانك انتي ومشان حالي. يا عمري الو هارون، ما لقيتوا شامل لهلا؟ عم ندور عليه يا اخ، اكيد رح نلاقي، اصبر كمان شوي. اذا بينزل لتحت الارض بدكم تلاقوه، مفهوم؟ امرك يا اخ. اسمعني، طول هالسنين كنت ابني وانت عرفتني اني ابوك، ما في رابط دم بيناتنا، بس إذا في أو لا في علاقة أب وابنه بيناتنا، بس رغم هيك ما بدي توقع بالغلطة نفسها اللي أنا وقعت فيها. شو بتقصد؟ قصدي جمال، يعني أخي، الذنب اللي عملته معه لأخي عيشني جهنم على الأرض. اصحك اصحك، يصير أي شيء بعزته هو بالحبس. اصحك يا الله، بكرة المحكمة وأنا لهلأ ما عرفت أي شيء من عدنان. وين مخبي هالزلمة مرت شامل وابنه؟ وين مخبيهن يا؟ ما عم بعرف غير إنه هالولد مريض. ليش هاد الولد شبه؟ ما بعرف، أنا سمعته عم يقول إنه حرارته مرتفعة. أنا لازم أعمل أي شيء بأسرع وقت ممكن. شو أعمل؟ نحن لازم نطلع من هون فورا، يلا استعجل.
يلا كل واحد على تخته. عمي منصور؟ ألو نعم؟ هلأ رجال عدنان عم يلاحقونا، ممكن ننمسك بأي لحظة. طيب أنا رح لاقي هلأ سيارة ورح إجي لعندكم فورا. طلعوا على الطريق العام أنتم، وينكم هلأ بالضبط؟ طلعوا على الطريق الرئيسي وأنا جاية فورا، لا تخافوا. أمي؟ نعم يا أمي. بلكي رجال عمو عدنان مسكوكي هالمرة؟ والله يا أمي ما رح يسامحك هالمرة، وأكيد رح يقتلك بدون ما يفكر. لا تروحي مشان الله. أنا لازم أروح هلأ مشان عمك عزة تثبت براءته. لا تخافي ما رح يصير لي أي شيء. ماشي. أمي رستم بيكون على الباب هلأ، شو بدك تقلي له؟ طمني أمي رح لاقي طريقة، لا تخافي. هو بريء ما عمل شيء، انتوا عم تغلطوا بحقه. اذا في اي غلط رح نعرف، لا تشغلي بالك. لو سمحتوا لا تاخذوه، هو بريء ورح يثبت لكم هالشيء. يا خانم نحن عم نعمل واجبنا. عزت بهالوقت المتأخر، انت مفكرة انه رح تقدري تطلعي لبرا؟ يعني انا كنت، اذا قلتيلي عن مكان شامل انا بروح وباخده. وينه هلا؟ قريب من هون؟ انا ما فهمت عن شو عم تحكي بالضبط، ما فهمت بنوب. ليكي منك، معك حق انك ما توثقي فيني، بس هالمرة غير. انا كمان مآمن انه عزت مظلوم. انا بوعدك اني رح جيب شامل على المحكمة وعزت رح يطلع. يلا قولي بلا ما نتأخر. يلا قولي وينه، احكي. شامل مع منصور واقفين على الطريق العام بمدخل هارملي. خلص عمو عزت من هالورطة الكبيرة، خلينا أنا وأمي وعمو عزت نكون مبسوطين مثل قبل. آمين.
ايه خير؟ في اي مشاكل بالمخزن؟ كل شيء ماشي ما هيك؟ في مشكلة يا آغا. هذا الولد ابن شامي تعب مبارح كتير. الولد مريض، ام الولد رح تموت من البكاء عليه. يستحمل لبعد المحكمة، مننقله بعدين على المشفى. ليش ما مناخده هلأ يا آغا؟ طيب بركي صار مع الولد شي مشكلة. ليك هارون، ما في مخلوق رح يطلع برات هداك المخزن، فهمت؟ خود معك أدوية وأمه بتعمل له كمادات. شوفي، عرفت وينهم أمي؟ عمي عدنان وهارون كانوا عم يحكوا هلا. سمعتهم وين مخبيين الولد وأمه، طلعوا مخبيينهم بالمخزن. بالمخزن؟ أي مخزن؟ شو بيعرفني، بس قالوا مخزن. أنت سمعتي هاي الكلمة منهم؟ إيه أمي، حتى قال له هارون مناخده للولد على المستشفى، بس عمه عدنان ما رضي وقال إنه ما حدا رح يطلع من هونيك لبعد المحكمة. ليك القدر، لو بفكر ألف سنة ما رح يخطر بباله إنه رح نتخبى بواحد من بيوته. مع هيك ديروا بالكم، من اليوم لوقت جلسة المحكمة بكرة لا تطلعوا لبرا. أنا رح أجي وأخذك على المحكمة. ما ضل شي، وأخيراً عزت رح ينفد. طيب مرتي وابني في أي أخبار عنهم؟ إذا ما شفتهم قداني وبخير ما رح أحكي بالمحكمة، لازم تعرفوا هذا الشيء. ألو، نعم ملك. عرفنا عائلة شامل وين موجودة هلأ. زهرة سمعت عدنان وهارون عم يحكوا من شوي، عدنان قال إنه مخبيهم بمخزن. بس المشكلة إنه الشركة عندها مخازن كتير وكلها فيها بضاعة، إلا واحد منهم عرفت بأي مخزن حاطين. ماشي، يمكن لقيناه هون. صحتين وعوافي يا ابني. صبيلي شاي فاطمة يكون تقيل. فاطمة حاف، خالة فاطمة أولي، وصبي لحالك. صباح الخير، صحة وهنا. تفضلي قعدي بنتي، رح صب لك شاي فورا. شو هالحكي خالتي، أنا بصب شاي لحالي. إذا بتسمح يا آغا، بعد ما خلص فطور بدي أنزل على السوق شوي. روحي، بس شو ما بيلزمك خبر الشباب وهن بيجيبوا. لا ما بدي شي بنوب، أنا رح روح على الكوفيرة شوي ومنه بغير جو كمان. فوق مشاكلنا ما ناقص غير الكوفير تبعك. ماشي، جهزي حالك لوصلك. يسلموا. ترك
فكك من الحكي الفاضي وتعال على الشيء المهم. اليوم حفلنا راح يحيي الفنان المشهور تورجاي بشايلي. رئيس البلدية رشيد اشتغل ونظم الحفل مشاكم انتو. تفضلوا على الحفلة. سيد رشيد كره اشتغل ورح يمزح مشانكم. قرب يا مواطن قرب، تعال على الحفلة. يجي ما اصحك يخاوز معنا ويكون مقلب. ها لك معقول يا ابن العم؟ شو هالحكي؟ بكسر راسه ما بيسترجي يعمل معي هيك فصل ناقص. رشيد كارت تعال الفنانين مشانكم. انجلينا جولي رح تيجي اليوم. برافو برافو. جوزا كمان رح يجي اليوم. بامبي باندر كمان رح تيجي. ستيفي مارتن رح يجي. لك حتى كل الوفود الفنيه والسياسيه بالعالم رح يجوا كرمال رئيس بلديتنا الجديد. اتجمعوا كلياتكم وكونوا كتار حتى تشوفون. قرب قرب على الحفله. امي أنا خايفة كتير. أنت شو بدك تعملي إذا حس عمو عدنان إنك رحتي على المخزن؟ أمي أنا كمان مرعوبة، بس ما في غير هذا الحل. أنا مجبورة أعمل هيك مشان عزات، يمكن تكون هي آخر فرصة ليخلص. أنت خليكي هادية وبس ادعي لي، اتفقنا أمي؟ نمشي؟ ما رح طول كتير. كيف رح نخلص من هالواطي بابا؟ الوسخ يلي هرب نرمين من بين ايدينا ليك وقدام عيوننا، بس نحن قاعدين وحاطين ايدينا وعم نندوب. انت لا تحمل هم شي ابدا. لما رح تشوف جثة عزت ممددة على ارض هالحبس هاد، نرمين كمان رح تكون ماتت برات هذا الحبس. هالمرة زبطت معنا ورح نضمن كل امورنا. بهي الايد اللي شايفها بعينك رح أطق جوزة حلقه لعزقت. يا الله نرمين. لك شو هاد؟ مالي مصدق عيوني. امتى جهزتي كل هاد الأكل؟ بس ما قدرت أعمل لك ياها مفاجأة. أنا ما شفت هيك مفاجأة حلوة بحياتي. يسلموا إيديكي. وإيديكي. شكراً لأنك ما رفضت طلبي. العفو ملك، سامحيني على تصرفاتي. رح تشوفي يا ملك إنه كل شي رح يكون أحلى بالنسبة إلنا. أنتي مقرب دي خطوة، أنا رح أقرب ألف خطوة. صدقيني الحياة رح تكون حلوة كتير وبكرة بتشوفي. شو رح تعمل اليوم؟ أنتي مشغول؟ ولا شي، روتين مثل كل يوم. يعني رح تكون بالمحل كل الوقت؟ ايه. انا رح انزل هون. انتي ما في لزوم تروحي لعند الكوافيرة، اصلا انتي حلوة. شكرا لك. We'll be right back.
وأنا اللي كنت عم أقول ما في حدا يساعد. مليح اللي لقيتكم، البضاعة بالكميون ضلت تحت، الكميون ما بيقدر يطلع. شو ناطرين؟ يلا تعوا معي ساعدوني. ماشي يا أغا. أمي، بابا وينه؟ بده يجي لعنا؟ خلص يا روحي، صبري شوي، ما بقى إلا يجي، ما بيطول. مين أنتي؟ أنا ملك، لا تخافي، إجيت حتى أخذكم لعند شامل. وينه شامل؟ فهموني. هو بمكان آمن، خلينا نمشي من هون قبل ما يرجعوا الحراس. يلا. انت انتهيت يا عزت. راح على روحك الفاتحة. مين اللي استأشركوا لعدنان؟ بدي ابعتك على جهنم الحمراء. روح قول لعدنان بحياته ما راح يشوفني ميت. خالة ليلى، لوين رايحة بهالوقت؟ على جهنم الحمراء. ليلى خانم، في كم غرض ناقصنا، يا ريت تجيبيهم بطريقك مشان ما نتأخر بالطبخة. شو أنا خدامة القصر؟ كنت طلبي من الست ملك، كانت بتجيبهم وهي وراجعة من عند الكوافيرة. طبعاً إذا الكوافيرة شافتها لملك. بالناقص منك ومن منيتك، أنا بروح بجيب الأغراض. أستغفر الله وأتوب إليه. ألو، في أي خبر عن شامل؟ لا يا أغا، لسه ما لقينا. رح تبلش المحكمة، فتحوا عيونكم. مع أنه ما فينا يروح على المحكمة طول ما مرته وابنه بإيدينا، بس ديروا بالكم. ماشي يا أغا. يا عمري، يا روحي. لا تخافي، قربنا نصل، بعد شوي بتكوني عند شامل. صار مثل النار يا روح قلبي، ما خلوني أخده على المستشفى لأطمن عليه. الله يوفقك، خلينا نأخده لأطمن. روحتنا هلأ على المستشفى رح تكون كتير خطرة، بس شوفي أنا عندي رفيقة دكتورة بخليها تجي وتكشف عليه. يد، خز، مدينة، ناحية، مزبوط هيك؟ ورجيني. مزبوط طبعا، معناته رح نخلص من الكتاب التاني بسرعة. أختي، بس نخلص هدول رح تعطيني غيرهم ما هيك؟ ايه طبعا. أهلين ملك، شو عم تقولي؟ معناتها أنا رح جيب كم شغلة وإجي فورا.
لطيفة ابني، وين اختفيت يا عشامه؟ بس فهمني ليش هيك صار فينا؟ الحمد لله انكم بخير. خفت كتير انه يكونوا عملوا فيكم شي مو منيح. لطيفة، الولد حرارته مرتفعة. انا طلبت الدكتورة وبعد شوي رح تصل، لا تخاف. شوفي ماما. ألو أمي، ليلى طلعت لبرا من شوي وكانت مستعجلة وما قالت لحدا لوين هي رايحة، خايفة إن تكون طلعت وراكي. قالك وفيرة، قال قولي هالحكي لحدا غيري. ايه ليلى. الو آغا، يعني جد ما بعرف كيف بدي خبرك، بس مالي خلق لحكيك الفاضي، سكري ووقف لا تسكر. القصة بخصوص ملك. شبه ملك؟ ما فيها شي، طلعت لجيب شوية اغراض وبعدين فكرت اني امرق لعند ملك على الصالون لنرجع مع بعض على القصر، بس ملك طلعت ما لهون. يا ترى وين ممكن تكون هلا؟ لك أخ يا ملك. افتحي افتحي ولي افتحي. لشو عم تخطط يا ملك؟ العمى شو تعبتينا؟ لازم تفهمي هلا كثير منيح انك انتحيتي نيرمين. اتركوني بحالي وحلوا عني، خلاص افهموا مالي ذنبي شي، اتركوني بقى. يعني ابي هلا عم يكذب علينا؟ مدام مالك ذنب، ليش لكان عم تهربي منا؟ ليش؟ هلا افتح تمك لشوف. ايوه برافو عليك يا بطل. دكتوره طمنيني كيف وضعه؟ رح يتحسن ما هيك؟ معقول ما يتحسن؟ هذا الولد الحلو قوي كتير، مزبوط مو؟ أبي ونزار هنن وراكضين ليمسكوكي، وصلوا للحبوس. طولت هالقصة كتير بقى. جيبوا البقية كمان وحطوهن جوا. أنا رايح، يعطيكم العافية. الله يخليك يا آغا. لك وينهم؟ المرأة والولد مو هون. هدول هربوا.
والله اللي يموتنا عدنان آغا. نرمين، سلامتكم إن شاء الله. عزت، أنا معرفة قديمة لأبوك، وأبوك أعطاني أماني من زمان. شو هي؟ مكتوب لكم، موضح فيه كل شيء. بعد ما تخلص المحكمة لازم ضروري أشوفك. نعم أعزائي المواطنين، أنا موجود بفضلكم أنتوا، وأنتوا موجودين بفضلي. نحن رح نتخطى المستحيل مع بعضنا، رح نتخطى وأكثر. بالبداية رح نعمل هارمانلي مدينة، إيه نعم، رح أجيب اللوحة رقم 82 لهارمانلي، رح بعدكم عن قارة دينيز. ليش ليش عم بتقولوا ما هيك؟ لأنه فيها سمك، هذا شي حلو، بس النسوان ما بيحبوه بسبب ريحته البشعة، لهيك رح نبعدها، رح نوسع تربية الحيوانات. برافو 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 برافو. شو عم يخرف يقول هذا؟ نحن أجينا لهون مشان الحفلة يا رشيد، وينو المطرب تورجاي؟ طبعا حفلة المطرب تورجاي، بس حيواناتنا رح تكبر وأولادنا رح يتعلموا، قالوا لي بنعطيك حساب مفتوح بالبنك، إذا بدك بنعملك رئيس اتحاد أوروبي. لا، قلت لهم وقفوا عندكم، وقفوا، وقفوا، أنا مديون بالوفاء لمواطني هارمانلي الأعزاء. قلت لهم أنا مشان شعبي وأهل منطقتي بضحي بروحي، لهيك أنتوا رح تكونوا العظماء وأنا رح كون من بعدكم أصغر العظماء. لكن يكفي بقى، حاج حكي فاضي. شو يعني بدهم يكونوا طاروا؟ لوين بدهم يروحوا هدول؟ ما بيكونوا بعد وبركي برا.